مساء الخير لكل مشاهدي برنامج صرخه وعمل السلام المسيح ليكم وحلقه جديده 25 فبراير 2021 كل سنه وحضراتكم بالف الف خير يا رب عيد الفصح النهارده فصح يونان كل سنه واحنا قائمين بتوبه زي شعب يونان زي شعب نينوى كل سنه وانتم بالف الف خير ويا رب دايما تكونوا دايما بخير آه كالعادة أتمنى تدعوا أصدقائكم عشان نجتمع النهاردة تاني ونشوف أحدث الموضوعات وطبعا فيها حاجات ما بتبقاش أحدث بمناسبة غياب الأسبوع الفات وبمناسبة الغياب أشكر جدا جدا مش عارفة بجد غير مستحقة لهذه المحبة الجميلة اللي بتمنى ربنا ما يحرمني منها وما يحرمنيش منكم على كل كلمة كتبتوها بالتعزية بالسؤال عني وفي ناس ما كانتش عارفة برضو ليه مع اني قلت في الحلقة الأخيرة فأشكركم جدا جدا ونفسي أبعت لكل واحد فيكم الشكر بنفسه لكن بجد مش مستحقة المحبة دي ربنا يخليكم يا رب ويملاكم محبة أكتر وأكتر في بعض الأصدقاء يمكن ما خدوش بالهم ودايما نقول العذر ربطوا ما بين غيابي وما بين حقنة الفاكسين واعتقدوا ان انا يعني اخدت الفاكسين ان انا كنت عيانة اشكر ربنا انا بخير والفاكسين كل الناس دلوقتي بقت تاخدها والمفروض ان ما حدش ياخدها هو عيان فانا اشكر ربنا مش عيانه وبجد اشكر اشكر ربنا على نعمه دايما اللي علينا فانا اخدت الفاكسين والغياب ما كانش بسبب الفاكسين او ما كانش بسبب حقنه كورونا يعني ف ما بين الاتنين لا الاتنين ما لهمش علاقه ببعض خالص خالص قبل اي قبل اي حاجه ندخل في الموضوع ونقول لجرجس مجدي وشايفين الاسم اسم ثقيل اهو جرجس نهنيه و ألف مبروك للانديه اللي حرمت نفسها أنها هيكون عندها مواهب آه نظرا للتعصب الديني اللي زي واحد زي الحاج اكرامي والمفروض ان الرياضه ما علاقه بالدين خالص لكن جرجس مجدي آه انتسب او بقى دلوقتي في الدوري الممتاز لكره القدم في نادي ان بي فممكن يكون لو بنقول او كل المصريين بيعتقدوا ان محمد صلاح هو معجزه ما حصلتش ممكن يكون جرجس ده معجزه اخرى وممكن يكون احسن وممكن يكون زيه لكن انتوا اللي بتحرموا الانديه بسبب التخلف العقلي اللي اللي بتعيشوا فيه وبتعيشوا بيه كان لما يكون عندنا موهبه هترفع حت اسم مصر يعني لو محمد صلاح ده كان اسمه جرجس مجدي وكان وصل للعالميه زي ما هو واصل دلوقتي محمد صلاح ما بي ما بيذكرش في مصر او ما بيذكرش في العالم على انه مسلم لكن بيذكر في العالم على انه مصري معجزه مصريه فانتوا بتحرموا اسم مصر من انها ترتفع نظرا للتخلف العقلي اللي عند حضراتكم طبعا الرساله للحاج اكرامي وامثال الحاج اكرامي كتير جدا في الكره المصريه لكن آه طبعا وحش جدا جدا في حق آه الكره المصريه ان يكون فيها واحد فقط واحد فقط هو المسيحي والدنيا كلها قايمه وقاعده دلوقتي ان عندكم واحد مسيحي في الكره بس بذمتكم ما انتوش مكسوفين ان انتوا تقولوا واحد بس عموما نقول لجرجس الف الف مبروك ربنا يوفقك وتبقى متقدم وترفع اسم مصر ونتعامل معاك على انك مصري وشرفت مصر ورفعت اسم مصر وعلم مصر واخدت اوسمه وكل اللي بنتمناه من اجل مصر لما بنقول الدكتور مجدي يعقوب بنقول الدكتور مجدي يعقوب المصري ما حدش ابدا بيتكلم على انه المسيحي المصري طبعا فخر لينا انه هو مسيحي لانه بيتعامل بهذه المحبه بهذا العملاق في انسانيته بيتعامل بها من مسيحيته على فكره مش من اي حاجه تانية لكن بيذكر في العالم كله البروفيسور مجدي يعقوب المصري ما بيقولوش القبطي يا ريت الرساله تكون وصلت وفهمتوا حاجه من الرساله دي الاسبوع او الحلقه الاخيره اتكلمت عن بعض الحاجات واتمنى نفسي اتمنى ان في كل حلقه اجيب حاجه حلوه من اللي بتحصل في مصر يعني الحاجات الجميله اللي فعلا بنشوفها دلوقتي حاليا في مصر دي حاجات رائعه وقد ايه لما بشوفها بفرح جدا وبالتالي لما هوريكم في كل حلقه واتمنى كل حلقه اوريكم حاجه من النماذج اللي في مصرنا الحبيبه تفرحوا قوي وتحسوا ان مصر فعلا بتتقدم للامام غصب عن عين اللي عايزين ينزلوها فدي دي فرحتي بمصر نشوف نفتخر بايه في مصر اللي بيحصل اللي حضراتكم شايفينه ده متحف في شرم الشيخ بس اجمل ما فيه ان هو على الطراز الفرعوني برضو واللي هتشوفوه دلوقتي فيه اكتر من حاجه شايفين المتحف شكله عامل ازاي في منتهى الروعه في منتهى الجمال ولما يكون في شرم الشيخ منطقه سياحيه او متحف شرم الشيخ ومحطوط قدامه تمثال فرعوني للاسد فرعوني وهكذا لكن طبعا مش عارفه يعني انا ممكن تكون وجهه نظري غلط خالص التمثال لما يتحط قدام الشكل العام واليافطه العامه لمتحف شرم الشيخ المفروض البوابه تكون فيها رمز فرعوني عشان خاطر تعبر عن التمثال الخارجي اللي ورا المرايات دي مودرن قوي والفرعونيه حاجه اثريه جدا وقديمه جدا فمش عارفه طبعا ده يرجع لكم انتوا لكن دي وجهه نظري متحف شرم الشيخ وجماله وروعته لكن اجمل ما في الموضوع في في حاجات كتير بتحصل وبتتبني وبتتعمر وي لكن أول مرة أشوف رئيس جمهورية يعني ما شفناش الحج مبارك ولا الحاج الرئيس المؤمن ولا حتى الحاج جمال شفناهم بيطلعوا على سقالة لأدوار عالية عشان يتابعوا المشروعات ولو حضراتكم شايفين هتلاقوا اتنين تلاتة بس اللي طالعين معاه أو طالعين فوق مفيش الجيش من اللي طالعين قدامه وراه لأ بس حقيقي بجد دي كانت خطوه حلوه جدا من الرئيس السيسي ان هو يطلع فوق عشان يتابع والمتابعه بنفسه دي شيء مهم جدا لان ممكن رئيس الوزراء ممكن مسؤول عن الموضوع مثلا وزير النقل وزير مش عارف ايه, ايه ايه يقول له كله تمام يا ريس ويقدم له التقارير على انه كله تمام لكن اجمل ما في السيسي في حاجات كتير ومشروعات كتير بيروح يتابع بنفسه والمتابعة ممكن يقف تحت السقالة دي ويتفرج عليها من فوق المشروع جميل والوزير يقول له كله تمام يا ريس وبتاع لكن هو اصر ان هو يطلع على هذه السقالة ويشوف من فوق العمل ماشي ازاي وشغال ازاي فعجبتني الصورة دي جدا وعشان كده جبتها لحضراتكم من الحاجات الجميلة برضو بالنسبة لمصرنا الحبيبة اه الاهتمام بالفقير اعتقد انها بقت حاجه حلوه وبقت ملحوظه امبارح اه كان او من يومين ثلاثه كان ليا اتصال بحد قبل ما نشوف الصوره دي لان هقول لكم ايه الجميل في الصوره دي او في الموضوع ده اه باتصال بحد في مصر وعرفت ان اه الاسعار بترخص مش بتغلى يعني سابقا كان مثلا واتقال لي كده اتقال لي كانوا بيجيبوا كيلو ونص بطاطس ب جنيه دلوقتي جابوا خمسة كيلو بطاطس ب جنيه اذا الحاجه مش بتغلى ده نتيجه ايه نتيجه الزراعه اللي ابتدت في اراضي صحراويه حتى لو بيعملوا اللي هي الزراعه الصحراويه دي اللي هي اسمها ايه السبطة ولا اسمها ايه المهم انها بتتزرع فبتخرج انتاج زراعي حلو بتخلي الفقير يقدر يشتري الحاجة بسهولة فده حاجة فرحتني وفرحت ان في الشعب دلوقتي المصري البسيط العادي يقدر يشتري الخضار والفاكهة بسهولة مش زي زمان كانوا يقعدوا يدوروا على الحاجة القوطة كانوا يقفوا مش عارفة قد ايه عشانها وهكذا المهم ان الزراعه ابتدت تكتر وده عن راي المصريين في مصر القطر اللي حضراتكم هتشوفوه ده دلوقتي او موضوعه قطر الدرجه الثالثه بيسمى هو قطر الغلابه مش قطر الفي اي بي مش قطر الناس الهاي فده قطر الدرجه الثالثه قطر الدرجه الثالثه اتمنى ان احنا نحافظ عليه وهتشوفوا حضراتكم في المحافظه ده طبعا من جوه ابتدى يتعمل فيه حاجات مهمه جدا جدا ان هو يرقم بالارقام ده الدرجه الثالثه على فكره كان زمان يرقم بالارقام الدرجه الفي اي بي او الاولى او الثانيه لكن دلوقتي الثالثه بقت ترقم بالارقام يعني كل واحد يقعد مكانه حسب التذكرة بس أتمنى نحافظ أحافظ على النظافة والنظام والحشو ما يتقطعش والإزاز ما يتكسرش وما بقاش فيه اللي كان بيحصل قبل كده لأن ده كله من أموال الشعب المصري ما هوش من أموال حد فيبقى الشعب المصري يحافظ على فلوسه مش يحافظ على الدولة كدولة يحافظ على فلوسه لأن كل حاجة من دي بتتجدد من فلوس الشعب التهوية كمان في صوره تانية التهويه كمان هتلاقوها زي المترو يعني الازاز ما يتفتحش فالتهويه من جوه القطر مش مش هفتح الازاز عشان يجيب لي شويه هواء لا 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 ما فيش الكلام ده زي ما انتم باصين فوق كده هتلاقوا الهوايات فوق او التكييف فوق فده معناه ان الازاز مش هيتفتح فمعنى كده ان احنا مش هنلاقي الازاز يتكسر ومش هنلاقي الازاز يتفتح عشان واحد ينط منه يدخل جوه القطر زي ما كان بيحصل زمان ده الدرجه التالتة كانوا بيعملوا كده الازاز يبقى مكسور تلاقي واحد عايز يركب ينط من الازاز يدخل جوه القطر لا دلوقتي الازاز مقفول التهويه داخليه ما فيش ازاز هيتفتح ما فيش ازاز هيبقى مكسور وبالتالي كله هيبقى لصالح المواطن الغلبان بالتالي ما فيش ازاز مكسور واحد يعيا واحد يجي له طوبه من بره واحد مش عارفه يحصل له ايه كل ده هينتهي والحمد لله انا فرحانه جدا ان ده قطار الدرجه الثالثه أه شوفوا الوجبه دي طبعا وزير النقل بصراحه كامل الوزير شغال شغل حلو جدا ايه بقى اللي في الموضوع ده كان زمان في اللي هم الباعه الجائلين ومن فترة من حوالي سنة كده في قطر اتحرق بالكامل نتيجة الباعة الجائلين أو مش الجائلين اللي هم بيعملوا الشاي في القطر هم كانوا سبب حريقة القطر يعني بيعمل شاي في القطر أو أنبوبة الغاز أو 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 ولعت في القطر دلوقتي منعوا بتوع الشاي والباع الجائلين وعملوا وجبة رمزية بفلوس قليلة لجوه الدرجة التالتة بأكد على الدرجة التالتة عملوا الوجبات دي بحيث أن الواحد يقدر يشتري الحاجة دي وهيتمنع الباع الجائلين اللي هم بتوع الشاي والقهوة والبيبسي والحاجات دي كله جوه القطر وبأسعار رمزية يعني مش بأسعار فيها مكسب و... لا هم عايزين يحافظوا على القطر نفسه وحياة المواطن قبل القطر دي الوجبه اللي هتصنع او هتباع جوه القطر من البوفيه بتاع القطر فده حلو جدا جدا ده اللي عجبني فيه قوي الدرجه الثالثه من القاهره لاسوان والعكس من اسوان للقاهره ما بين 30 جنيه ل 80 جنيه حسب المسافه اللي حضرتك او حضرتك هتركبوها طبعا من القاهره للجيزه غير من القاهره لاسوان فبالتالي من 30 ل اعتقد يعتبر لو لاسوان 80 جنيه يعتبر سعر حلو جدا وخاصه بهذه النظافه او بهذه الكميه من اللي هيحصل الجميل كمان القطاع انا حبيت اجيب لكم اخبار حلوه في الاول عشان لما ادخل في في الغويط نبقى خدنا جرعه ايجابيه حلوه الجميل كمان من شرق مصر لغرب مصر قطر القطار السريع هيمشي 250 كيلو متر في الساعة تخيلوا 250 كيلو متر ده شركة سيمنس الألمانية هي اللي بتصنع القطر ده وهي اللي مديها لمصر من العين السخنة للعالمين ولمرسى مطروح هيبقى شوفوا من الشرق للغرب ده من الداخل 250 كيلو متر في الساعة من الشرق للغرب وده داخل القطار في منتهى الروعه في منتهى النظافه وطبعا هيسهل جدا لانه قطار سريع اعتقد هيبقى له 8 محطات فقط لانه زي ما قلت لحضراتكم هو قطار سريع فمبروك على شعبنا المصري كل هذه الحاجات دي حاجات بسيطه في حاجات كتير جدا بس انا جبت عينه الحاجه الجميله اللي جايه دي كمان كان نفسي اقول لكم معلومات عنها لكن مش عارفة أنا جبتها أعتقد المهم الإكتاجون إيه هو الإكتاجون على وزن البنتاجون البنتاجون اللي هو وزارة الدفاع الأمريكية إيه هي الإكتاجون ده زي ما أنتوا شايفينه برضو أجمل ما في الموضوع في الإكتاجون ده هو إنه معمول على الطراز الفرعوني المعمول على الطراز الفرعوني شوفوا صورته شوفوا الرسمه بتاعته بتاع وزاره الدفاع هتشوفوه أه دلوقتي فيديو بس اجمل ما فيه كمان اللي عاجبني فيه قوي ان هو فرعوني ده اللي مفرحني ان الرئيس السيسي ابتدى يحط اللمسه الفرعونيه فيها نشوف الفيديو اضخم مبنى في الشرق الاوسط هو الاكتاجون ده اجمل ما فيه ان هو طبعا بشكل ثمان اجزاء كلها دوائر في اتنين منهم متصلين ببعض المناورات العسكريه هي اللي خلت طبعا بيعملوا مناورات اشكرك جدا بثمان اوجه اهي زي ما حضراتكم لكن اجمل ما فيها على الطراز الفرعوني على الطراز الفرعوني ان هو مخصص المباني دي كلها اتبنت على الطراز الفرعوني الاتنين اللي في النص دول ملتصقين ببعض كلها لوزاره الدفاع المباني دي كلها آه بتضم كمان مقرات لكل انواع القوات المسلحه صعقه آه مثلا مشاه مش عارفه ايه كلهم في نفس المباني دي بينهم وبين بعض التلاصق وتلاحم مساحته كبيره جدا شكله رائع الجيش المصري اصبح عربيا هو الجيش الاول عالميا اصبح 13 على مستوى العالم المناورات الاخيره اللي اتعملت في مصرنا الحبيبه بتعتبر اضخم مناورات تم عملها في التاريخ المصري. المناورات دي طبعا لان احنا شايفين زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الشياطين محيطه بينا من كل اتجاه ومن كل شرق وغرب وشمال وجنوب فبالتالي لازم تكون مصر مستعده لاي شيء يحصل لها قدراتها العسكريه بترفع من اسم مصر وبيكون ليها سمعه وصوت وقوه وصوت بالقرار وعزيمه وتخلي الدول تحترمها كله 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 من الجيش جاي من الجيش وهو العمود الفقري لحمايه مصر في الداخل وفي الخارج زي ما قلت لحضراتكم حتى الانتاج الزراعي بقى جيش يعني طبعا لان الحمد لله ما عندناش حروب ونشكر ربنا وربنا ما يجيبش حروب خالص لان كل نقطه دم في الجيش المصري في اي فرد في الجيش المصري تساوي كتير جدا وتساوي بلاد بحالها لكن عشان كده نشكر ربنا ما فيش حروب حلو ان هو على فكره ده عالميا في كل بلاد العالم مش حاجه عشان الشياطين ما تتكلمش وتقول بصوا الجيش بقى يشتغل في الزراعه لا ده موجود في كل حته حتى الجيش الامريكي الجيش الامريكي في حاجات غير الدفاع عن الدول او الدوله ليه حاجات داخليه بيشتغل فيها الجيش غير الدفاع عن الدول آه فبالتالي الجيش المصري ما هوش حاجه غريبه ان هو يعمل كده ان هو يحسن من احوال حاجات معينه لكن اللي دايما بقوله الجيش المصري بيزرع اخبار وزاره الزراعه ايه والموظفين اللي فيها ايه مرتباتهم ما زالت مستمره هل في رد فعل منهم ايجابي يبان للمواطن المصري الحلو انه يحس ان وزاره الزراعه قايمه بمجهود حلو لرفع المعاناه عنه مثلا الجيش اثبت ان هو بيرفع المعاناه عن عن الشعب طب اخبار الحاجات التانيه مش بتكلم على وزاره الزراعه بس اي حاجه بيعملها الجيش المقابل بتاعها في المدني اخباره ايه؟ ده بالنسبه للاكتاجون آه ندخل في حاجه بعد الحاجات المفرحه ندخل ونعزي اسره دكتور نبيل لو ابيباوي وكل حبايبه رحل عن هذا العالم لكن انا جايبه الخبر بتاعه لسبب ان هو اول قبطي يحصل على دكتوراه في الشريعه الاسلاميه الكلمه كده غلط كلمه كده غلط انا دخلت وقريت عنه هو الدكتوراه بتاعته في البحث عن حقوق الغير مسلمين في الشريعه الاسلاميه يعني هو برضه بيدور على المسيحيين وكل الناس اللي يمكن ناس كتير هجمته على انه ابتي وازاي رايح تدرس الشريعه الاسلاميه وتعمل فيها دكتوراه ما كنتش قادر تعمل حاجه تانية لا هو درس وعمل دكتوراه في حق الغير مسلم في الشريعة الإسلامية إيه حقوقه في الشريعة الإسلامية بما إن بعد الشر يعني لسه ما شلناش المادة التانية من الدستور ولسه بيقال إن الدين الإسلامي هو الدين الدولة ومش عارفة واللغة العربية هي لغة الدولة ومش عارفة إذا إحنا في جزء من حياتنا مرتبط بالشريعة الإسلامية والدستور أهم ما فيه فبالتالي هو الله يرحمه بقى عمل الدكتوراه بتاعته حق المسيحي وهو غير مسلم يعني او اليهودي حتى مش لازم مسيحي في الشريعه الاسلاميه ايه؟ ايه حقوقه؟ فدي كانت انا جايبه الخبر عشان كده يعني آه نصحح معلومه لكل الناس اللي بتفهم آه إنه هو عمل الدكتوراه في ايه؟ كتير اتكلمت عن الحسابات المزيفه اللي بتنشا على الفيسبوك بالذات باسامي كهنه للاسف كهنه كهنه شايفين قد ايه كل دي حسابات مزيفه لاسماء كهنه الاجمل ما في الموضوع ان هو طبعا الشياطين بتشتغل ازاي تشتغل تعمل حساب باسم كاهن وتبعت للبنات والستات ومش عارفه ايه انها يضيفوهم عشان كده قلت لكم اكتر من مره من فضلكم من فضلكم ما تعرفش ابونا ده يبقى ما تضيفوش لان مفيش اب كان ده على فكره في منهم معموله باسماء اسقفه ورهبان طبعا عرضتها قبل كده لكن اسقفه دي كانت صعبه قوي ان واحد ينتحل شخصيه اسقف لان الاسقفه معروفين بالاسم ومعروفين ده فين وكده فلكن لما يتعمل الاسماء الشياطين انتوا هدفكم ايه كمان مره لما تلاقي كاهن بيبعت لحضرتك لبنت او ست ويقول لك ضفيني اعرفي على طول ان هو مزيف على طول لان مفيش كاهن بيطلب يقول لك ضفيني الا اذا كنت فعلا تعرفيه فمثلا انت ما خدتيش بالك ان هو عمل حساب وبعت قال لك تعرفيه شخصيا يبقى فعلا ضفيه ما تعرفيهوش شخصيا ما تضيفيهوش ما ضفيش حد من رجال الكهنوت ما تعرفوش شخصيا سواء حضرتك أنسة أو سواء حضرتك واحدة ست بالتالي احذروا من الأسماء المزيفة لرجال الكهنوت السؤال للشياطين هدفكم طبعا إيقاع البنات والسيدات ليه؟ مش معنى هل في عندنا واحد كاهن أو واحد عادي واحد عادي مسيحي عادي ينتحل صفة شيخ ويروح يقول للمسلمات ضفيني عشان يوقع المسلمات؟ لقيتوا الكلام ده بيحصل مننا؟ طب انتوا بتعملوا ليه كده؟ عايزين توقعوا البنات؟ عايزين توقعوا الستات، الهدف منه ايه؟ الهدف منه ضرب الوحده الوطنيه، الهدف الاهم هو ضرب الاسره المسيحيه، الهدف الاهم تمزيقها كل ده راجع على مين؟ على الدوله الدولة اخبارها ايه مع هذه الاكونتات المزيفة؟ مباحث الانترنت بتعمل ايه مع هذه الاسماء المزيفة؟ يعني ياريت ريت لها مش نظرة عابرة تحت رجلينا، بصوا على بعد، تأثيرها ايه الحسابات المزيفة دي على الدولة. على الدولة. مع ان اذا كنا بنتكلم على مباحث الانترنت دول تابعين لوزارة الداخلية، وزارة الداخلية منيلة بستين نيلة من ناحية بناتنا وستاتنا صح ولا غلط نكمل دي الحسابات المزيفه الاسبوع الاخير اللي هو يوم 11 فبراير ومن فضلكم ركزوا في التواريخ اللي جايه دي كويس جدا جدا آه، واتمنى اتمنى من كل اللي على الفيسبوك ادعوا اصدقائكم دلوقتي حالا للي ما دعاش حد الاسبوع الاخير في 11 فبراير اللي انا كنت فيه في الحلقه اتكلمت عن رامي كامل واتكلمت آه انه طبعا بقاله 15 شهر ومحبوس وكل اللي قلته واضح جدا ان حد من اللي شاف الحلقه طبعا انا في الحلقه اتكلمت على الاستاذ سعيد فايز وهاجمته انا ما بنكرش حد شاف الحلقه يا اما هو شخصيا شافها يا اما حد قال له على اللي انا قلته حواري لحضراتكم بالتاريخ من صفحته من صفحه الاستاذ سعيد فايز الاستاذ سعيد فايز هو المحامي الموكل رسميا للدفاع عن رامي كامل ده بتاريخ أستاذ سعيد فايز اللي أنا عاملة عليها دايره أهو بتاريخ 17 يناير بس مش عارفة ازاي 12 56 يعني الساعة 1 الأربع دقائق فجرًا الساعة واحدة فجرًا بيقول أنا في طريقي لمحكمة الجنايات غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة لنظر تجديد رامي كامل المحبوس على ذمة القضية في القضية رقم كذا أمن دولة وفي كل مرة أذهب وبداخلي امل ان ينظر القاضي للمستندات التي قدمت والطلبات التي كتبت كتبت والمذكرات التي تقدم حتى يرى بنفسه ان المحبوس امامه لم يرتكب ذنب مسندا اليه مسندا اليه في اوراق التحقيق وعلى غير الحقيقه لا املك الا السعي والامل والاجتهاد اما التوفيق اما التوفيق فدائما من عند اله السماوات والارض جميل جدا بس كل ده يوم ايه 17 يناير نشوف اللي بعدها السؤال اللي بعدها برضو 17 يناير بس الساعة كام 11 و 12 دقيقة يعني الساعة 11 الصبح نفس اليوم يعني هو كان فجرا رايح. دلوقتي الساعة 11 وربع 17 بيقول ايه؟ لسه مخلصين الجلسه وطبعا القرار بكره كالعاده 51 قضيه بيتم التجديد لهم النهارده 760 متهم ربنا يكون في عون منصه القضاء عدد كبير وضخم وكل متهم محتاج تحقيق وفحص واوراق وسماع مرافعه ونظر ظروف حبس ده لو نبي من السماء مش هيقدر يا ريت النائب العام ووزير العدل يكون لهم تدخل كرامة لمنظومة العدل والتحقيق طبعا عدالة قادرة على الإنجاز خلاص ده بعد ما خلص الجلسة وبيقول لسه مخلصين 17 يناير أنا بدوس على التواريخ قوي نشوف اللي بعدها يوم 19 بعديها بيومين الناس الكتير اللي بتسألني على قرار جلسة رامي تجديد خمسة واربعين يوم قال ان هو اتجدد له خمسة واربعين يوم قال حاجة في الموضوع هنا ركزوا في الموضوع ده مهم جدا قال اي حاجة غير تجديد ما قالش حاجة نشوف اللي بعدها يوم اللي بعدها بتاريخ عشرين تاني يوم عمل ايه سعيد فايز برضو فوق اهو راح البوست بتاع المبادرة المصرية لحقوق الإنسان اللي أنا عرضتها لحضراتكم الأسبوع اللي فات. ما قالش حاجة هو عمل إيه ولا ما عملش إيه. حط المبادرة المصرية إن هي قامت بمو... ب... إنها راحت وإنها بتتظلم عشان رامي محبوس ومش عارفة إيه وإيه وإيه فقط لا غير. هو ما قالش حاجة ايه اللي حصل لغاية كده ماشيين كويس نشوف اللي بعدها المبادرة المصرية لحقوق الانسان مش هو اللي كاتبها هما اللي كاتبينها وهو حطها فقط لا غير اللي بعدها الحلقة بتاعتي الأخيرة كانت بتاريخ 11 اتنين دي تاني يوم الحلقة دي تاني يوم الحلقة من يوم 20 يناير لغاية 12 اتنين ما كتبش الجنس حاجة عن رامي ما كتبش اي حاجة اي معلومة عن رامي دي النقطة اللي بقف عندها واللي حسبت لكم اللي حصل ايه في جلسة تجديد حبس رامي كامل اللي هي كانت بتاريخ 17 واحد حصل اننا كفريق دفاع طلبنا نشوف رامي لانه ما كانش في القفص زي كتير من الناس اللي بيتم التجديد له وقتها القاضي رئيس دايرة التجديد قال لنا ان المتهم موجود في الحبس خانة تحت يعني مش موجود قدامهم تحت موجود تحت لان القفص مليان زي ما انتوا شايفين القاضي بيقول لهم كده لان القفص مليان بس رامي تحت وطبعا هو قال لنا كده لان ده كان رد الحرس لانهم سالوا الحرس قالوا له الحرس قال ده رامي تحت في الحبس خانه دي آه ما هوش في القفص ليه لانه القفص مليان ولما صممنا صمموا انهم يشوفوه طلب من قوات التامين انها تجيب رامي القاضي قال قوات التامين هاتوا رامي من تحت وخلصت الجلسة ورامي ما طلعش لحد كده تمام لحد كده تمام بعدها أعرف أنا ليه عاملة دايرة على كلمة أعرف عرفت منين يا أستاذ سعيد إذا في حضرتك حصلت على معلومة بعدها أعرف أن رامي ما تحركش أصلا من الزنزانة ولما سأل إدارة السجن عن معاد جلسة التجديد اتقال لرامي أن في تعذر أمني في نقل المساجين مين اللي سأل الخطوط اللي دايما بحط تحتيها أكتر من خط بتبقى مهمة جدا مين اللي سأل رامي اللي سأل رامي سأل إدارة السجن وقال لهم إمتى جلسة التجديد لأنه ما بيروحش ولأنه ما يعرفش فقالوا له مش هنقدر ننقلك لان في تعذر امني في نقل المساجين هنا الاستاذ سعيد عرف معلومه وهنا رامي سال اداره السجن اذا في حاجتين حصلوا كويس خلينا نمشي خطوه خطوه يعني تجديد يوم 17 واحد تم بدون حضور المتهم يعني رامي ما راحش يوم 17 واحد يبقى اذا القاضي كان بيكذب يبقى اذا الحراسه كانت بتكذب خليكم معايا لان الموضوع مهم جدا بالنسبه للاستاذ سعيد لانه هتسمعه هو قايل ايه وطبعا وطبقا للقانون اللي اتعلمته ان اللي حصل ده يسقط الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي يتم تجديده في وجود المتهم ده معنى كلام الاستاذ سعيد لابد ان يتم التجديد في وجود المتهم، طب المتهم ما راحش يبقى يسقط حبسه الاحتياطي. جميل الكلام، هنشوف بقى بعد كده. وطبعا تقديم شكوى او طلب لنيابه امن الدوله طبقا للتعليمات لازم تاخذ اذن قبلها. وعشان هو مش هيعرف ياخذ اذن وده اجبرني اقدم على طول لمكتب النائب العام شكوى بسقوط الحبس الاحتياطي لرامي لعدم حضوره زي ما اشترط القانون الاجراءات الجنائيه. جميل جدا. اخذ البلاغ رقم عرائد وكالعاده بيتم التحقيق فيه. على هامش كلامي ده الناس اللي بتحاول من اول هنا الكلام بقى عليا. الناس اللي بتحاول تعمل نوع من الحصار النفسي عليا سواء بالشتيمة أنا ما شتمتش يا أستاذ سعيد أنا ما شتمتش وما تعودتش أشتم أنا لو شتمت هقول لك شتم سواء بالشتيمة أو بتوجيه الاتهام أيوة وجهت لك اتهامات وجهتها لك كتير كمان سواء بتوجيه الاتهام أو حتى السخرية يا ريت تشوفوا طريقة تاني لأن طريقتكم دي مش هتجيب مع واحد زيي نتيجه لان طريقتكم دي مش هتجيب مع واحد زي نتيجه لا يا استاذ سعيد جابت نتيجه وجابت نتيجه كويسه جدا ليه لان حضرتك من يوم عشرين واحد حضرتك ما كتبتش كلمه عن رامي وحضرتك ما قلتش اي معلومه عن اللي حصل لرامي لكنك بعد ما انا قلت وبعد ما الاتهامات اللي وجهتها لك حضرتك كتبت يوم 12 اتنين هو يا الناس لا معلش بعد اذنك هي الناس ملهاش الحق يعني دي قضيه راي عام وقضيه لقباط نمبر 1 هي الناس ملهاش الحق انها تعرف اللي حصل لرامي بما انك انت المحامي الوحيد المفوض لرامي لما عرفت الموضوع انه حصل ان رامي مجاش جاش عرفت امتى عرفت يوم 11 لا عرفت تاني يوم بدليل ان انت رحت قدمت للنائب العام او عرفت بعدها بيومين ثلاثه ما كتبتش ليه ما كتبتش ليه ان رامي ما جاش وان هو يسقط الحق عن حبسه الاحتياطي ما قلتش لاسرته ليه اسرته كل ما بسالها في اي معلومه يقولوا لي لا هل انت اللي موصيهم انهم ما يتكلموش هل انت اللي موصي او انت اللي واخد قرار ان انت ما تتكلمش طب الناس حقها ايه عند سعادتك يعني انا ما انا مش بتهجم ولا بسخر ولا اي حاجه انا بطالب بحق ايوه بتهمك بتهمك بالتقصير جدا في حق ان احنا عايزين نعرف ماليش دعوه باسره رامي اسره رامي هي حره معاك انت قايلهم ايه هما بيقولوا لك ايه انت حر لكن احنا ما نحرقش دمنا عشان خاطر رامي كامل فعلا مظلوم ولينا الحق ان احنا نعرف تطورات قضيته وانت مش بتتكلم ولا بتكتب لا لا او مليون لا ما انتش عايز تكتب ما انتش عايز تقول قول انا مش هكتب قول انا مش هقول محدش يتكلم في الموضوع قول ان انا مهدد قول ان انا ماضي على اقرارات ان انا مش هقول حاجه اشمعنى بعد حلقتي اتكلمت اشمعنى بعد الحلقه ما قلت لك لازم تتكلم عن رامي لازم تقول ايه اللي حصل كتبت الاجراءات اللي انت اتخذتها دي اتخذتها في وقتها ما قلتش ليه؟ حتى على الأقل أسرته تفرح إن في أمل أهو ده أنت حتى لو قلت لهم إن في أمل أنا حصلت عليه إن رامي ما حضرش الحبس الاحتياطي، ما حضرش التجديد يعني بتاع الحبس الاحتياطي وإن هو كده ممكن آه لما قدمت طلب للنائب العام ممكن يسقط عنه الحبس الاحتياطي بعد 15 شهر في بوادر أمل، في شعاع ظهر أنه ممكن الحبس بتاعه ينتهي اجراء قانوني اهو انت ما بتعملش حاجه غلط هو ده الاجراء اللي كنت بتكلم عنه الحلقه اللي فاتت انت ليه ما بتاخدش موقف انت ليه اي حاجه لما انت بتقدم طلب كذا انا قلت الكلام ده الاسبوع الحلقه الاخيره الاسبوع اللي قبل فات لما بتحصل اي حاجه ليه ما بتاخدش موقف وتقول المده القانونيه انتهت لازم يكون في رد اي طلب بتقدمه ولا يستجاب له لازم يكون في موقف انت رحت قدمت للنائب العام في كل المواقف اللي قبل كده ما اخدتش الموقف ده ليه ايش دلوقتي وايش بعد الحلقة اذا انت كنت مقصر مش غلط انك تعترف يا اما توضح يا اما توضح انت ليه بتعمل كل ده يا اما بقولها لك تاني يا اما انت مهدد يا اما مضغوط عليك يا اما ماضي يا إما مقصر مقصر حتى في حق أمه الغلبانه اللي عيانه اللي نفسها تسمع خبر حلو يرجع لها صحتها. يعني طبعا حته اسقاط الحبس الاحتياطي عن طريق الإجراء اللي أنت عملته ده خبر حلو جدا بالنسبه لأسرته. هل أنت قلت لهم الكلام ده؟ قلت لهم في وقتها في وقتها ما بقولش يوم 12 اتنين قلت لهم في وقتها ان في خبر حلو هقول لكم عليه ما حصلش ما حصلش راجع زعلان وطول النتيجه دي مش هتجيب معايا نتيجه نتيجه ايه اللي مش هتجيب معاك نتيجه هي ايه هو صراع بيني وبينك ولا بيني بينك وبين اي حد هو حرب ده حق مواطن مصري لازم نعرفه وانت الموكل ان انت تعرفنا هو التوكيل اللي بيتعمل لك ده بيتعمل لك عشانك انت شخصيا فقط ولا عشان القضية. أنت معمول لك توكيل عشان تمسك قضية. مش عشان سعيد فايز شخصه. عشان سعيد فايز محامي موكل عن قضية رقم كذا. عيب. عيب قوي إنك تمنع حتى شعاع النور على أسرته. عيب قوي الناس اللي محروقة عشان رامي كامل ما يجيلهاش شعاع النور ده. ومحتفظ بيه وبعدين النتيجه دي مش هتجيب معايا نتيجه، يا سلام ده ايه ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ ما تخليش اقول اللي على صفحتك. انت مش محروق لان فعلا اللي ايده في الميه مش زي اللي في النار. انت مش حاسس بكبشه النار اللي في ايده والدته ولا في ايده اخواته اللي مفتقدين واحد هو العائل الوحيد ليهم. انت مش حاسس بكده. فبالتالي ما بتدهمش اي امل. كل ما حد يسألهم لا مفيش أمل جديد، مفيش معلومة جديدة. طب ما معلومة جديدة أهو. مفيش معلومة جديدة إزاي؟ وفي معلومة جديدة أهو. ممكن تسقط عنه الحبس الاحتياطي. نشوف اللي بعدها. دي بقى إمبارح، أول إمبارح، بتاريخ 23، بتاريخ 23، أول إمبارح، ابتدى من هنا ورايح يكتب كل حاجة. استاذ سعيد فايز ابتدى يكتب كل يوم ايه اللي بيحصل اذا النتيجه جت نتيجه اهو اليوم نظرت محكمه الجنايات منعقده في غرفه المشوار تجديد حبس رامي كامل سيد صليب المحبوس على ذمه القضيه رقم كذا تم توجيه بصوا الاتهامات اللي كنت بقول لكم في حاجه رسميه انا مش قلت الكلام ده بمليون مره قبل كده هل في حاجه رسميه اتقالت ايه هي الاتهامات عن طريق المحامي او عن طريق النيابه؟ ما كانش الكلام ده حد يعرفه. كلها كانت اخبار صحفيه. لكن النيابه ما طلعتش بيان زي ما طلعوا قبل كده على اي متهم اخر ولا الاستاذ سعيد نزل بيان. لان هما دول الاثنين اللي احنا نصدقهم. ايه اللي ايه الاتهامات الموجهه لرامي؟ ما فيش حد يقول لنا المعلومه صح غير النيابه اللي بتحقق معاه ايه هي الاتهامات او موكله الاستاذ سعيد. فالاثنين ما كانش حد قال لنا. كلها اخبار صحفيه. هنا بقى قال ايه؟ تم توجيه الاتهام لرامي بانضمام لجماعه ارهابيه. تمويل اشخاص بهدف ارتكاب عمل ارهابي. اشاعه اخبار كاذبه واساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدم فريق الدفاع باثباتات دفع جوهري بسقوط الحبس الاحتياطي لبطلان اجراءات التجديد اللي كنا لسه بنتكلم عنها السابقه لحدوثها في غيابه في غيابه المتهم ووجود تزوير معنوي، هو التزوير المعنوي؟ ان هم قالوا ان هو موجود وهو مش موجود. ده التزوير المعنوي اللي هو يقصده الاستاذ سعيد. في وجود تزوير معنوي في محضر الجلسة بإثبات حضور رامي على غير الحقيقة كما أكد فريق الدفاع على كيدية الاتهام بناء على المستندات الرسمية المقدم أو المستند الرسمي المقدم من البريد اللي هم بتوع 52 تحويل فلوس وطلعوا اتنين بس أو حاجة كده والذي ينفي وجود أي تعاملات بالحوالات البريدية المنسوبة لرامي كما اكد محامي رامي اللي هو الاستاذ سعيد يعني على انه حتى الان لم يتم التحقيق في البلاغ المقدم باضافه مستندات مزوره اللي هم ال 52 مستند ونسبها لرامي والذي كان قدم منذ اكثر من 13 شهر تكلم رامي عن حبسه الانفرادي طوال 15 شهر مما اثر على الذاكره لديها هي طبعا لديه الذاكره بتاعت رامي يعني وعدم قدرته بالتواصل مع ذويه لانه مش قادر يشوف اهله الا في وجود ضباط الامن الوطني يعني اذا رامي ممكن يشوف اهله او شاف اهله في وجود الضباط وعدم تواصله مع محاميه. وفي اثبات ذلك في انتظار قرار الجلسه غدا. إذن هنا رامي امتى بقى الكلام ده؟ يوم 23 اللي هو اول امبارح. إذن في الجلسه اليوم نظرت المحكمه اللي هو النهارده اللي هو 23 المحكمه نظرت اذا جابوا رامي. جابوا رامي من الحبس. بناء على ايه جابوا رامي؟ ما قالوش في تعذر امني بناء على الطلب اللي قدمه الاستاذ سعيد للنائب العام. اذا القاضي عرف ان الاستاذ سعيد قدم طلب للنائب العام بعدم وجود رامي في المحكمه فبالتالي الجلسه لما حصلت حصلت جابوا رامي من المحكمه. عشان يبقى موجود عشان يشيلوا التزوير اللي عملوه قبل كده. ان هم بيقولوا ان هو موجود وهو مش موجود. في جلسه النهارده اللي هو بيتكلم عنها رامي جه وقال لهم ان هو ما بيشوفش محاميه وإنهم ما بيشوفش زويه وان هو ما بي ما بقى ذاكرته بتبوظ نتيجه الحبس الانفرادي ارجع من النقطه دي يا استاذ سعيد نتيجه حضرتك اللي عملته المحكمه ابتدت تتعدل طب كنت فين في 15 شهر؟ كنت بتعمل ايه لرامي في 15 شهر حبس انفرادي؟ قبل كورونا وقبل البلاوي دي كلها. هل حضرتك تاكدت من وجود رامي في قفص الاتهام في كل مره بتتجدد له؟ لا ما تاكدتش. اشمعنى المره دي اتاكدت؟ اشمعنى المره دي سالت؟ ليه عدى 13 شهر ولا اكتر من غير ما تعرف حاجه عن رامي؟ ان انت ما بتقابلش موكلك. ليه؟ يا ترى ده تقصير من الدولة ولا من حضرتك؟ يعني لما أنت بتطلب رؤية رامي لأي سبب ما بيتحججوا بس ما يقعدوش 13 شهر يتحججوا. يتحججوا مرة اتنين لا مش قادرين لا ما قدرناش نجيبه مش 13 شهر ما تحاولش تقنعني إن أنت مش مسؤول عن المدة دي كلها. حضرتك مسؤول مسؤولية كاملة بدليل إن أنت اللي عملته الدنيا ابتدت تتعدل، طب لو كنت عملت كده من الأول مش كانت الدنيا اتعدلت أصلا؟ لكن لا طبعا وبعدين في الآخر زعلان إن حد بيهاجمك أو بيتهمك أو بيسخر منك أو 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 لا الحق حق والمفروض إن حضرتك ما تزعلش من الحق المفروض إن حضرتك حسيت ان انت غلطان اعترف انك غلطان ما فيهاش اي حاجه ده مش هيقلل من شخصيتك بالعكس ده الواحد هيحترمك اكتر انا قصرت اه قصرت ايه المشكله؟ اه قصرت قصرت في حق الست الغلبانه قصرت في حق اخواته ايه الغريب في كده؟ ما كل واحد ده انت في حد كاتب ولا بلاش بلاش واضح ان الرساله وصلت حضرتك يا استاذ سعيد بدليل ان انت بقيت تكتب كل يوم اعتقد في واحد في حاجه جديده في اخر صوره قصدي هو كاتب ان بعد الجلسه تم آه هي دي كاتب الناس الكتير اللي بتسالني على قرار جلسه رامي تجديد قرار تجديد 45 يوم يا جماعه ده بتاريخ كام؟ لا ده دي القديمه في واحده ثانيه بكره أيوة. ايوه ايوه اللي من 20 ساعه ايوه قرار قرار جلسة أمس هي مش قرر قرار جلسة أمس لم ينجو أحد كله تجديد حبس ابتدى يكتب كل حاجة بتحصل لرامي ساعة بساعه ويوم بيوم وده كان المفروض يحصل منك من أول يوم يا أستاذ سعيد أنت مسكت هذه القضية تعرف أن في ناس ملهوفة عن أنها تعرف حرف عن الموضوع وانت حضرتك مش هنا خالص اعتقد دي اخر واحده اتمنى تكون الرساله وصلت لحضرتك واتمنى كمان مره الغلطان يقول انا غلطان واعتقد لو انا فعلا هاجمتك اه هاجمتك خوفا على ام رامي واخواته. هاجمتك لمصلحه رامي وهجومي اشكر ربنا جاب نتيجه. ان احنا ابتدينا نعرف ايه اللي بيحصل. ابتدينا نعرف انه بيكذبوا علينا اللي هو القاضي او الحرس بيكذبوا بيقولوا رامي موجود وهو مش موجود. اذا في خطوه وضحت ووضحت لينا ان بيتم اللعب بقضيه رامي. وده من الناحيه القانونيه مهم جدا ان انت مسكت فيها عشان تسقط الحبس الاحتياطي طب لو ده كان حصل من شهرين ثلاثة عشرة من عشر شهور مش كان زمان رامي في بيته ان انت مثلا قدمت للنائب العام وقلت لهم بيكذبوا عليا وبيقولوا رامي موجود وهو مش موجود لان حسب كلام رامي ان انت ما بتشوفوش ده كلام رامي وانت شخصيا قلت قبل كده ان انا ما بشوفوش طب ما بتشوفوش عشان ايه عشان بيقولوا موجود وهو مش موجود طب لو انت كنت اكتشفت الكلام ده مش كان زمان رامي في بيته من سنه مثلا مثلا اه يا ربي ندخل في حاجه تانيه القضاه لما يبقوا عارفين ان هما في ناس كده في ناس بتعتقد ان هي تستغل منصبها تستغل قدراتها تستغل حصانتها سواء النواب مجلس النواب مجلس الشعب مجلس الشيوخ القضاء الزباط كل واحد فيهم فاكر ان هو انزل من السماء وما حد يقدر يلمسه وهتشوفوا في حلقه النهارده اكتر من حلقه بنفس المعنى ده اولهم لما قاضي يستغل الحصانة بتاعته ويكون شبكة أو عصابة أو أي حاجة للإتجار بالمخدرات دي جريدة الوطن ويوم 11 مش أنا اللي بقول برضو عشان الأخبار اللي تعرفوها تعرفوها من مصدرها أي جريدة أي موقع إخباري جايب الخبر غلط دي مش مسؤوليتي أنا مسؤوليته هو هو اللي يحاكم المجلس الاعلامي او النقابه او اي حد هو اللي يحاسب صاحب الخبر الكاذب مش انا فصل قاضي واحالته و13 اخرين للجنايات بتهمه الاتجار في المخدرات بالجيزه هو طبعا مش في الجيزه هو هتشوفوه فين دلوقتي نشوف اللي بعديها محكمه منفلوط الجزئيه وثائق دي تحت التاريخ خالص اهو وثائق تكشف تورط رئيس محكمه في اسيوط في اسيوط بتشكيل عصابه لتصنيع وتجاره المخدرات دي بتاريخ النهارده 25 الوثائق او 23 اعتقد 23 ماشي ام سوري الوثائق هي طبعا نتيجه التحيات وهقول لكم شويه حاجات من المكتوبه وهقول لكم اللي بقيت لاني قريت اكتر من خبر صحفي بيتكلم عن الموضوع ده شوفوا بقى الخبر الاول وبعدين اقول لكم أه البيل القاضي ده استغل حصنته اسمه مصطفى على فكره بحسب تلك الوثائق فالمتهم الرئيسي في القضيه وقائد التشكيل العصابي هو المستشار ميم فهد به هو مصطفى رئيس محكمه بمنفلوط باسيوط هو وهو ده اللي اتكلمت برضو عنه الحلقه الاخيره يعني هو قاضي ونجل المستشار فيه به القاضي بمحكمه النقد يعني هو قاضي وابوه قاضي الله محكمه النقد دي اعلى اعلى مرتبه في المحاكم القضائيه النقديه نقد وقالت الوثائق ان رئيس المحكمه المتهم يتخذ من قصر وعزبه العيله في منطقه بمركز القوصية بمحافظة أسيوط مقر لتصنيع وعقد الصفقات المشبوهة والإتجار بالممنوعات القاضي استغل حصنته وحصانة والده ده اللي بقصده حصانته وحصانة والده لأنه قاضي وابوه قاضي الله وعقد صفقاته المشبوهة في تجارة المخدرات داخل العزبة الكبرى في السعيد وبحسب الوثائق حول القاضي العزبه إلى وكر لتجارة وتصنيع المخدرات وعقد الصفقات المشبوهه حتى تكون بعيده عن أعين الأجهزه الأمنيه بعد أن سقط هو في وحل تعاطي المخدرات وأصبح متعاطيا له، خدوا بالكم إن ده وهو في الخدمه الكلام ده كان بيحصل وهو لسه في الخدمه قبل ما يتم القبض عليه بيتاجر وبيصنع وبيتعاطى وهو قاضي وأظهرت التحيات أن الصفقات المشبوهة قدرت في عام عشرين قدرت بمئات الملايين من الجنيهات والدولارات كما أن القاضي المتهم كان يسافر خارج البلاد لعقد بعض هذه الصفقات المشبوهة شوفوا الحتة الأخيرة دي عشان تبقوا عارفين بس وضعت ال... وضع وضمت القضيه سوري وضمت القضيه خمس متهمين عراق ثلاثه سوري ثلاث متهمين عراقيين بينهم رجل اعمال واصحاب شركات شهيره للاستيراد والتصدير وشملت ايضا رجل اعمال مصري يدير شركه الاستيراد والتصدير واخرين هقول لكم جزء من اللي قريته في مواقع اخرى اتقبض على حد في الاول ب هو بقى كان في مواقع اخرى مكتوب ان عنده اسطول عربيات بينقل بيها المخدرات من والى لغايه اسيوط يعني مين اللي كان بيسوق العربيات هو شخصيا مستغل حصلته يسوق العربيه محدش يفتش العربيه وبالتالي كان بينقل المخدرات من والى ومحدش يلمسه خلاص اتقبض على واحد من العصابه دي واتقبض عليه. أخدوا التليفون بتاع الشخص اللي اتقبض عليه ده وفرغوا محتواه لقوا فيها آه القاضي ده برسائل صوتيه، معرفش ازاي بيسجلوا لبعض، يعني ده انتوا عصاب بس طبعا بيحمي نفسه. هذا المتهم لقى فيه مكالمه ما بينه وما بين هذا القاضي، القاضي بيقول له آه فضي مش عارفه المخزن ايه، اعمل ايه، لقوا خمس أو ست مكالمات صوتيه. ما بين القاضي وما بين المتهم اللي تم القبض عليه الاهم البني ادم لما راحت قبض عليه راح له هو شخصيا وهدده وقال له اوعى تجيب اسمي في الموضوع وبالتالي هو راح له كزياره كاي حاجه بعت له رساله بس هو راح له شخصيا الموقع الاخباري كاتب كده راح له شخصيا دي اللي خلت الضوء يزيد عليه ويتعمل عليه فوكس اكتر لان انت جاي تقابل متهم في تجاره المخدرات زائد ان قدامهم التليفون بتاعه في صوته فابتدوا يزنقوا الخناق عليه لغايه ما قبضوا عليه طبعا المتهم اللي كان مقبوض عليه قال ايوه فعلا هو فلان الفلاني مصطفى فلان ده ايه رايكم في داخل الحصانه في كام قاضي بالشكل ده؟ اللي انا عرضتها الاسبوع اللي قبل فات وقلت لكم قاضي ويا قاضي يعني ابن نجل اخوه ابن مش عارفه ايه 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 كلهم في كام واحد موقعش؟ مش شرط يكون تجاره مخدرات مش شرط ممكن يكون اي عمل مخالف اخر غير المخدرات بس مستغله حصانته محصن واحد ممكن عنده حصانة شرطة قضاء جيش أي حاجة برلمان بيعمل حاجة مخالفة للقوانين مستغلا حصانته في الموضوع ده الهدف من الكلام اللي عرضته الأسبوع اللي قبل فات نرجع لفيديو مهم جدا جدا لو القاضي مخالف للقانون مين اللي يحاكمه؟ هل القانون العادي يعني يقع تحت ايد وكيل نيابه عادي زيه زي اي متهم ولا ايه اللي بيحصل؟ اتفرجوا على الفيديو ده ليهم محققين مخصوص ليهم مكان يحجزوا فيه مخصوص مش مع العامه مش مع الناس المجلس الاعلى للقضاء هو وحده اللي يقرر لو أدين زي واحد زي اللي احنا بنتكلم عنه الحاج مصطفى ده مجلس القضاء او المجلس الاعلى للقضاء هو اللي يحقق معاه مش اي وكيل نيابه مش اي حاجه لكن الاهم الرئيس هو اللي ليه حق التص... يعني الاعفاء عنه ومحاسبته ادانته او العفو عنه. ده القضاء. كم واحد من القضاء يستحق أن يقعد في سجن طره؟ اولهم في رايي بره المتهمين في قضيه امنا سعاد ده بالنسبه للي بنشوفه دلوقتي ونشوف الاهم منه ندخل في القبطيات الرئيس زي ما قلنا في اول حلقة بيعمل الكتير جدا من اجل الدوله وقلت مليون مره وحيعدها. 100 مليون مرة محدش يقول أبدا أبدا إن الأزهر والشرطة ملهمش دخل في اللي بيحصل في اختفاء القبطيات ورجوعها خطوة خطوة اتكلمنا عن مارتينا اللي هي من أسيوط مارتينا فاكيين شكلها وعارفينها فاكرين شكلها وفاكرينها وعارفينها انها اختفت واهلها ابتدوا وعملوا حتى يعني آه الغريبه ان اهلها تجمهروا امام آه في اسيوط يعني عشان رجوعها وحسب ما قريت مش هقول صح ولا غلط مش هقول كذب ولا اشاعه او حقيقه لكن اللي كتب واللي اتقال ان تم القبض على بعضهم أنتوا أصحاب الحقيقة بقى الله أعلم الأهم مارتينا اختفت بعدها بشوية على فكرة أنا أعرف معلومات كثيرة جدا عن موضوع مارتينا بس غير مصرح لي أن أنا أقول اللي أعرفه دي أمانة أنا بتكلم دلوقتي عن الدولة الدولة وعلاقتها باختفاء القبطيات مارتينا اختفت بعدها بشويه نزلت لها صوره ونزلت لها شهاده اشهار انها اعتنقت الاسلام يا حرام يا حرام هي عندها 19 سنه طبعا فوق السن القانوني ادي شهاده الاشهار وادي صورتها وطبعا لازم تلبس الحجاب برغم ان شيخ الازهر قال الحجاب مش اجباري لكن في حته انا حاطه تحتها خط احمر عند الختم الاحمر معلش انا اسفه لو هنقدر نقراها لكن المهم ايوه دي سموها مكة مناع يعني هي اختارت بدل مارتينا مناع ما ادتش تغير حرف الميم بس غيرته بقى لمكة مكة بنت محمد صلاح كمان مكة مناع ناجح واحتفظت باسم باباها وباسم جدة المهم على فكرة في شهادة الإشهار القديمة وأنا فاكرة كويس ما كانش بيتكتب الحتة اللي في النص الخضرة دي إن هو السيد المسيح أه عبده ورسوله مش عارفين ايه الشهادات الاشاره القديمه ما كانتش بتبقى موجوده دلوقتي اعتقد من امتى ما اعرفش بس اضيفت ان انا عندي شهادات قديمه ما فيهاش اشهد أنا مش عارفه ايه ايه, إيه وانا وانا عيسى ابن مريم واني يعني اتبرا من اي حته بقى جميله قوي واني يعني اتبرا من اي حد غير الرسول وحاجه كده يعني المعنى ده يعني مش مهم لكن هم حطوها الحته الخضراء اللي في النص لو خدتوا بالكم انها مختلفه عن الطباعه اللي فوق وتحت فيعني حته بقت اجباريه ان اللي بيشهر اسلامه يقولها. قال يعني لو نطق الشهادتين وما قالش الكلام ده على الورق ما بقاش مسلم بس مش مهم نعديه المهم مارتينا ظهر لها شهاده الاشهار دي وقيل انها اشهرت اسلام خلاص. بعدها كاهن من عندهم وعمها راحوا للمحافظة قالوا لهم ان مارتينا جابوها في الحالات اللي زي دي في الحالات اللي زي دي طبعا بعد الغاء النصح والارشاد الكاهن ملهوش وجود ملوش دعوه عشان كده قالوا له استنى في العربيه بره ده اللي مكتوب استنى في العربيه بره للكاهن الكاهن سمع الكلام وقعد استنى بره العم موجود امضي انك هتستلم مارتينا مضى اتفضل استنى في حاجتين اتكتبوا انا بقول اللي اتكتب ان هي مشيت او خرجت يعني معاه وهو سابقها وهي وراه قال ايه العسكري او امين الشرطه قال له ما تمسكش ايدها فهو مشي وهي مشيت وراه وبعديها عشان هي في مسافه بينها وبين عمها اختفت مارتينا بعديها على طول زي ما تقولوا يعني اللي عايز يقول اهلها اللي يصححوا واهلها مانعين الكلام عشان تبقوا عارفين او يعني المهم العسكري اخدها تاني وده ورجعها وعمها بيدور عليها ما دخل يسال عليها قال له ما نعرفش احنا سلمناها لك وانت مضيت ده جزء اللي اتقال جزء تاني انها لما يعني اتعرف واتكشف ان الامن ليه يد في الموضوع اتقال ان هي ما استلمهاش واستناها بره على اساس انها تيجي فبيسالوه قالوا له فين مش عارفه ايه فحصل الكلام ان عمها اه ما استلمهاش فبقت في لعبه من الشرطة ضد عمها وما يسلمش مارتينا لما الناس اتكلمت وكشفت المواضيع صورة رجال الشرطة صورة الداخلية بقت زي الزفت لا سلموها لها وخلاص سلموها يعني سلموا مارتينا لأهلها وعشان نشيل الكلام اللي بيتقال على وزارة الداخلية أو على الشرطة أنهم بياخدوا البنات وبيخطفوهم وبيخفوهم والكلام ده قال يعني يا حرام ما بيحصلش قال يعني انا عرضت ابو نابولس اسقف حلوان سابقا اللي, قال ان كنا بندور على البنت والبنت جوه ثلاث ايام والظابط بيقول له بندور عليه ده رجل دين مش واحد عادي يعني مش ابوها ولا عمها ده اسقف اللي كان بيدور على البنت والظابط مخبيها جوه الثلاث ايام عشان ما حدش هيقدر يجيبها من جوه القسم فبالتالي يا عيني يا حرام رجال الشرطة ابرياء ما بيعملوش أي حاجة ولا بيساعدوا في خطف البنات ولا إخفاء البنات ولا التواطؤ ولا إشهار الإسلام ولا الشهادات اللي بتتغير بسرعة البرق ولا البنت ما نعرفش هي بيحصل لها إيه ولا التوقيع لأهلها إن أنتم ما تتكلموش والأدلة دي عندي. ما إمضي أوعى إيه تفتح بقك مع الإعلام وإلا مش كده مش ده اللي بيحصل يا شرطه يا وزير الداخليه مش ده اللي بيحصل اللي يهمني في الموضوع ده كله اللي انتوا بتعملوه ده بجد يعني السرعه الرهيبه اللي يتم استخراج شهاده الاشهار وانا عرضت قبل كده فيديو لوكيل الازهر بيقول ان لازم البنت تيجي للازهر وتكون فوق السن القانوني وتعلن رغبتها في ترك الاسلام. هل البنات بتروح الازهر؟ كل بنت بيطلع لها شهاده اشهار بتروح الازهر ولا بيتم تغيير من غير ما تشوفوش البطاقة بتاعت الرقم القومي لما بيتم تغييرها من مارتينا المكّة البنت بتروح للشهر العقاري او السجل المدني عشان تغير اسمها وبتطلب وبتمضي بإيديها ولا بيتعمل لها الكلام المسرحية الحلوة دي في غمضة عين من غير ما حد يعرف ومن غير البنت ما تعرف والبنت كمان مرة وبقولها لكم على ثقة والنهاردة بالذات بقولها عن ثقة بتكون في عالم آخر يعني لو عندي أدلة ألف في المية النهاردة عندي مليون في المية ومش هقول لكم إلا في وقتها وهقولها لكم بالاسم بس في وقتها لما اخد التصريح ان انا اتكلم حفاظا على الأسرة مش على حاجة أنا ما بخافش ومش هخاف حفاظا على الأسرة ومش أسرة مارتينا أنا بتكلمش على أسرة مارتينا أنا بتكلم على أسر كتير بس النهارده بالذات من امبارح معلومات تانية خالص عرفتها بس غير مصرح ليا ان انا اقولها النهارده وباذن ربنا مش هسكت الا ما اقولها خلاص السؤال اللي انتم بتعملوه ده كرجال ازهر وكشرطه كرجال ازهر ده بيشوه دينكم ولا بيحسن صوره دينكم كل واحده يحصل لها اي مشكله في بيتها حالا معيله مع وطبعا القاصرات كتير جدا عيله اي مشكله تحصل لها تشوف مثلا صاحبتها بتلبس وبتعمل وابوها ما بيقولهاش حاجه وهي ابوها مثلا بيضربها مثلا لو هو ابوها بيضربها وشايفه صاحبتها ما بتضربش وبتلبس وبتعمل الشيطان زائد الشيطان اللي بره يزن على دماغها يخليها تخرج وبعديها يتم كل شيء يتم البلبعه تتم التخدير يتم حفلة حفلة بقول حفلة حفلة الجنس الجماعي تتم التصوير يتم ربنا ياخدكم يا اللي بتعملوا ببناتنا كده أقول تاني ولا كفاية لما يتم كشف المستور عن اللي حصل في الاسم لمارتينا أو أسرتها مشوها مشوها يلا مشوها خلونا نخلص من الصداع ده ترجع مارتينا طب شهادة الإشهار اللي تمت دي حقيقية ادي مارتينا بعد ما رجعت ايه رأيكم في الصورتين ايه رأيكم في مارتينا دي ومارتينا دي بصوا للشبه بصوا للشكل تعرفوا مارتينا حصل لها ايه من اللبس الاسود ده والشهادة تعرفوا مارتينا حصل لها ايه ايه رايكم ليه يعني عددكم المليار وشويه هيزيد عشره هيزيد عشرين هيزيد خمسين هيزيد ميه كسبتوا كم واحده واحده في الموضوع في اللي انتوا بتعملوه ده كسبتوا ايه تفتكروا الهكم عاجز عن انه يهدي مارتينا للاسلام يهدي من يشاء ويضل من يشاء يضل مش هتكلم لكن يهدي خلينا في يهدي اي بنت من اللي انتوا ضحكتوا عليها ربنا الهكم بلاش ربنا الهكم عاجز عن انه يهدي الكفار الضالين عاجز ده اله ضعيف قوي بجد اله ضعيف مش عارف يرجع واحدة زي نادية ولا واحدة زي مارتينا ولا واحدة زي كارن ولا ولا ادي كارن كارن رجعت ليه؟ عشان قاصر نريح دماغنا لان احنا بقينا تحت طائلة القانون ان في طفلة اسلمت قاصر 17 سنة لازم نداري البلاوي اللي احنا بنعملها دي كشرطة كداخلية ان انت عاجز ترجع بنت عندها 17 سنة وانت كرجل قانون شايف بنت عندها 17 سنه اسلمت تيجي ازاي دي؟ فضيحتكم بقت شكلها ايه؟ فضيحه دين وفضيحه دوله بقت شكلها ايه؟ دين ان انتوا ما بتشتغلوش الا على البنات والاستاذ اسمه كمال السكري الاستاذ كمال السكري معلقلي لي واتمنى طبعا لما تسمع وانا قلت الاسم اهو بيقول لي ليه بتتكلمي عن المسلمين بالطريقه دي والازهر واسلمه البنات ومش عارفه ايه؟ هرد و... على حضرتك واقول لك يا استاذ كمال حط نفسك مكان كل حاجه بتحصل لنا. حط نفسك في حرق الكنايس. اعتبرها حرق الجوامع. حط نفسك مكان كل ام كبرت وربت وعلت وعلمت وفجاه يجي شيطان يروح خاطف بنتها. عندك اخت واحنا خطفناها هتقف تتفرج هتقف تتكلم تقول المسيحيين دول حلوين وجمال واحد اسمه جرجس خطف فاطمه خطفها خدرها ادها منوم ادها مواد مخدره يخ... تغيبها عن الوعي اغتصبوها غيروا لها شهاده ميلادها وخلوها مسيحيه طلعوا لها بطاقه في غمضه عين واصبحت اسمها تريزا كنت هتقف تقول برافو المسيحيين دول جمال دول اعز اصدقائي مسيحيين كنت هتقول كده يا استاذ كمال ولا هتقول ايه لما تشوف حضرتك انا مثلا جرجس ده جرجس اللي قلنا عليه دخل انت اسمك محمد ورحت او اسمك كمال السكري اسمك مصطفى مش هقول كمال اسمك مصطفى اسمه واضح اهو ورحت النادي رئيسه مسيحي ومدربه مسيحي ورفضوا يدخلوك هتقول برافو النادي ده جميل وحلو و وي وي. رحت الوظيفه وقالوا لك اسمك ايه؟ قالوا لك اه قلت لهم اسمي جرجس لا 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 مش هندخلك عشان انت اسمك جرجس يعني اختصارا من الكلام يا استاذ مصطفى يا استاذ كمال لما تلاقي الدوله واقفه ضدك لما تلاقي الشرطه بت... بتتغاضى عن انها تنفذ القانون لما تلاقي بيوتك بتتحرق لما تلاقي جدتك او والدتك بتسحل في الشارع ويتم تعريتها كامله كما ولدتها امها لما تلاقي بلاوي متلتلة لو قعدت اتكلم فيها لغايه الاسبوع اللي جاي وهفضل قاعده مكاني كل ده ومش عايزني نتكلم مش عايزنا نتكلم على الازهر اللي بيغير شهادات الاسلمه في غمضه عين ومن غير ما البنت تيجي بتتكلمي كده على الازهر ليه ما انا بقول لك اهو الدليل بتكلم على الازهر عشان شهادات الاشهار بتظهر وبتطلع في يوميها من غير ما البنت تروح ليه مع ان وكيل الازهر بيقول لك لا ما فيش شهاده اشهار بتطلع الا لما البنت بتيجي كذابين بتوع الشهر العقاري كدابين البنت ما بتروحش فاعتقد يا استاذ كمال اتمنى ان انت تكون عرفت ليه بتكلم كده لان للاسف الشديد للاسف الشديد الدوله واعلامها ما بيناقشوش القضايا دي ولو حد قال ان القنوات المسيحيه زي ما حضرتك او غيرك بتقولوا القنوات المسيحيه واحنا دول هم اللي بيهيجوا ودول اللي بيصيروا الفتنه واللي 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 لا لان الكشح واحد واثنين تسعة و وألفين ما كانش فيه قنوات فضائيه حتى ابونا زكريا اللي بتتهموه قناته كانت ألفين وثلاثة اذا ما كانش ابونا زكريا السبب الخنكة والزاوية الحمراء تم الاعتداء على واحد وثمانين ابتي في يوميها وتم قتل الكاهن دبحا ما كانش فيه قنوات مسيحيه ما كانش فيه نادي يوسف ولا ابونا زكريا ولا رشيد ولا اي حد ما كانش فيه الكلام ده إذا هو فيكم أنتوا من زمان ما تقولش إن إحنا السبب. يا ريت تقلب الكفة وتدور على مين السبب. عندي بلاوي كتير لو اتكلمت في الموضوع ده. كارن بقول لكم إنها رجعت لأنها قاصر مش لجمال عيوننا. وطبعاً عندنا مليون قاصر قبل كده. عندكم الشجاعة إنكم ترجعوهم؟ على فكرة وأنا قلت لكم قبل كده إن القضية لا تسقط بالتقادم يعني البنت من يوم ما خرجت خرجت قاصر قعدتوها غيرتوا لها شهادة التسنين مش عارفة إيه 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 ساعة ما تمت الشهادة العرفي الزواج العرفي كانت قاصر بس اعتمدتوا على المادة التانية من الدستور وإن الزواج العرفي حلال وبالتالي من حقها يتم تزويجها لغايه ما توصل السن القانوني وعشان خاطر ما تحطوش نفسكم تحت طائله القانون بعد ال 18 لو لو لم تهان وتزل وترمى بالجزم وتشتم و وفضلت و و و و و على رايها وعايزه تكمل هتغيروا لها رسمي وبعديها تبقى خدامه تحت الزوجه الاولى او الام او الاخت او, أو. طيب تعالوا اوريكم ماده كده كده خلصنا من القبطيات ويا ريت الدوله تكون عندها حمره الخجل ان انتوا شوهتوا سمعه الدين وشوهتوا سمعه الدوله. حاجتين مش حاجه واحده. شوهتوا سمعه دينكم يا بتوع البنات ما تعرفوش تاسلموا حد غير البنات وشوهتوا سمعه الدوله ان انتوا بتزوروا وبتتواطئوا وبتخفوا البنات و و وانتوا عندكوا علم. اوعوا تقولوا الشرطة ما تعرفش الكلام ده يا ما في سلفيين جوه الشرطة يا ما في خونة جوه الشرطة وهدفهم يعني ينقذوها من الكفر آه شوفوا المادة 53 دي بتقول ايه تنص المادة معلش بعد اذنكم على التليفون ثانية واحدة معلش تنص المادة 53 من الدستور المصري والتي تنص على ان المواطنون لدى القانون سواء الله بذمتكم ده الدستور بس اللي بيقول كده الحقيقه هنشوفه وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه لا تمييز بينهم لا تمييز بينهم بسبب الدين يا سلام او العقيده او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغه او الاعاقه أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو السن أو أي سبب آخر دي المادة الثالثة التلت... 53 في الدستور نشوف الخبر ده بقى عشان أنا جايبة ده قبل ده الدكتورة دينا عبد الكريم على فكرة أنا كنت أجهل وبقول أجهل هي دكتورة في إيه كنت فاكرة إنها مثلا درست دكتوراه في حاجة معينة لكن هي طلعت دكتورة صيدلانية المهم في جريدة المساء قالت الشحن الطائفي انتهى في عهد السيسي ولم يعد للأقباط يشعرون بالتهميش مستقبل وطن أمامه فرصة ذهبية للاقتراب من الشارع وتنسيقية الأحزاب مش عارف إيه أنا هقف عند كلمة التهميش والمادة 53 اللي قريناها بتقول إن إحنا متساويون مع آآ على فكره بتقول البرلمان الحالي ثمره النطق السي... النضج السياسي اداره المستشار جبالي للمجلس منظمه جدا حلو جدا ان احنا نعرف ان هو كده فخوره باني قدمت الندوه التي اعلن فيها الرئيس عن حياه كريمه والمبادره المهم ان الحوار ده كله معاه لكن دينا عبد الكريم بتقول لم يعد الاقباط يشعرون بالتهميش دكتوره دينا عندك كام رئيس جامعه مسيحي ولماذا لم يتم تعيين رؤساء الجامعات مسيحيين هل هم فعلا وحشين ما هم ماشي يستحقوا هذا المنصب؟ عندك كام واحد في المخابرات العامه والمخابرات الحربيه والمخابرات مش عارفه ايه 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 مسيحي. عندك كم واحد رفض تعيين مسيحي لانه مسيحي. عندك كم طبيب امراض نسا مسيحي. عندك كام جامعه اسلاميه وكام جامعه مسيحيه. ولماذا لم يتم انشاء جامعه مسيحيه مساواه بجامعه الازهر عندك كم واحد اترفض تعيينه لانه مسيحي عندك كم لاعب كرة مسيحي اقول لك ارسلك من هنا لبكره شويه حاجات عشان تشعري بالتهميش وهو ده التهميش هل احنا حسب الماده حضرتك عضو برلمان دلوقتي معينه وليست منتخبه اه لو انا في القناه بقبض من القناه ده طبعا تسعة في 99% من الشغالين في القناه متبرعين وانا منهم. آه لو عندي لو انا بقبض من القناه لازم امشي في دائره خطه القناه. وهو ايه؟ القناه قالت لي ما تجيش ناحيه كذا ما تتكلميش في كذا، القناه قالت لي امشي مع كذا امشي مع كذا، عايزين كذا يبقى عايزين كذا وهكذا. لازم امشي في دائره القناه واهدافها واللي فيها غير كده مش هيقبضوني مش ه... مش هبقى عضوة في القناه وهيقولوا لي مع السلامه امشي حضرتك برضو كده صحيح تم تعيينك انا ما ان انت انسانه وحشه بس ابتديتي من مجرد ان انت حطيتي رجلك في البرلمان عندنا كم واحد في البرلمان وفي مجلس الشيوخ اقباط سمعتوا حد منهم بيتكلم عن مشاكل الاقباط عماد جد سابقا كان لما بيفتح بقه كنتوا بتلاقوا خمسين واحد زي التعبين عايزين ينهشوه حتى عرضت فيديو قبل كده انه كان لما بيتكلم ويقول لهم يا جماعه ادوني فرصه اتكلم سيبوني اتكلم سيبوني أك... وبعدين وشخط كده وبعدين سيبوني اتكلم مش ده اللي حصل من عماد جد؟ احنا بقى كبط في البرلمان وفي مجلس الشيوخ انتوا منتخبين من المسلم والمسيحي كأي عضو برلمان منتخب ماليش دعوه بالمعينين المعينين لما يحطوا حضرتك ويحطوا حبه من المسيحيين عشان يثبتوا ان مفيش م... يعني ان احنا متساويين اهو وعندنا برلمانيين مسحين وعندنا برلمانيين مسلمين معينين عشان يجملوا الصوره حلو جميل انا مش معترضه لكن اللي معترض عليه عندنا جوه البرلمان مليون واحد بيدافع عن الازهر عندكم حد من اللقباط بيدافع عن البنات عن الشرطه واللي بتعمله في البنات عن اختفاء القاصرات اللي بيخضع تحت طائله القانون. عندك كم واحد قبطي بيتكلم عن مشاكل الاقباط؟ ده انا اعتقد وأ... يعني اشرف لواحد مسلم عنده ضمير يطلع يتكلم في المواضيع دي. لكن للاسف البرلمانيين اللقباط ولا حس ولا خبر ولا كلام ليه؟ ليه؟ خايفين ولا مكسوفين؟ هي دي مش مشاكل شعب هو اللي احنا بنتكلم ده مش مشاكل دوله دوله يا ممثلي الدوله انتوا البرلمان مش مشاكل دوله الانسان عايشها الانسان المسيحي ليه حاسس انه هو مضطاد ليه ايه اللي خلاه حاسس بكده لانه مش لاقي حد من نواب البرلمان يتكلم عنه يعبر عن مشاكله لا اوعى إيه تتكلم، خليك لحسن يضطهدوك، لحسن يقولوا لك مع السلامة، لحسن ما تشوفش الكرسي ده تاني، لحسن 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 وافضل قاعد مكتوم ومخروص عن مشاكلنا، ولا حد بيتكلم. ليه؟ كنت متوقعة منك يا دكتورة دينا إنك تكوني أول واحدة وغيرك وغيرك يتكلموا عن مشاكل الأقباط، مش عيب. والله ما عيب. بحبش احد مش عيب انك انت تتكلمي عن اللقبات ولو جاتلك مشكلة من واحد مسلم اتكلمي، لأنك عضوة برلمان بتمثلي المسلم والمسيحي مش المسيحي بس ولا المسلم بس. لكن للأسف ممكن تتكلمي عن مشاكل المسلمين الأزهر وغيره وغيره، وما تتكلميش عن مشاكل اللقبات ليه؟ إيه يا ناس أنتوا أنتوا ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. معلش ما هي التليفونات هتاخد وقت فطيب ماشي ناخد التليفونات بس لا التليفونات من فضلكم عندي موضوعين مهمين جدا فهاخد دقايق بسيطه اتفضل مين اول واحد دكتور مارك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا مدام ناديه وانا مش عايزك تزعلي من الدكتوره دينا الدكتوره دينا زيها زي ناس كتير جدا أه مش كتير في العدد لكن كتير من المسيحيين اللي هم بيتم اختيارهم في مراكز سياسية فللأسف بيقعوا تحت أسر الصورة العامة ليهم وانهم يحتفظوا بالظبط زي ما حضرتك بمراكزهم لكن مفهوم جدا انه لم يعتد بهذه الشهادات الباطلة لسبب بسيط جدا ان كل السفارات الاجنبية عندهم ناس هناك مرغبين وهذا الكلام حتى لما بيطلع من قيادات كنسية فلا يعتد به ويمكن حضرتك بتقري صوت المهاجر وبتشوفي ايه اللي بيحصل فصوت المهاجر ليها مصداقية اكتر مليون مرة من اليوم السابع ولا من اي جريدة رسمية لكن انا مدخلتي عن حضرتك عارف موضوع إن أنا عضو في البنات حضرتك عارف ان انا عضوة في صوت المهاجر انا عارف كل حاجة طيب اشكرك انا عارف كل حاجة آه أنا عايز بس أتكلم على موضوع اختطاف البنات لأن ده شيء موجع جدا لينا كأقباط. القضية دي مش قضية آه النواب المسيحيين الموجودين في مجلس الشعب أو دي قضية أقباط المهجر ولا قضية الكنيسة كمان. لأن الكنيسة لما الأنبا شنودة دافع عن البنات المخطوفات عمل عداء مع الحكومة، ليه؟ لا إحنا نخطف بناتكم زي ما إحنا عايزين. بس سؤالي للحكومة والرئيس الجمهورية هو الضابط اللي بيتسطر على بنت مخطوفة مفروض موقعه إيه من القانون هل هو ضابط حقيقي ولا مجرم أنا بس بسأل سؤال يعني عايز عايز رد يا ريت لو في حد عنده جراءة من الحكومة يقول لي الضابط اللي بيتسطر على خطف بنت مسيحية أيا كانت أو زوجة مسيحية أو سيدة مسيحية أو 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 بيتحول إلى مجرم ولا بيفضل زيه ضابط؟ لا انا مش هجاوب على السؤال ده حتركوا... اشكرك يا دكتور اشكرك النقطه الثانيه اتفضل ازاي تكون في حكومه قايمه وعليها شخص محترم وليها قياده سياسيه وتقبل ان ان يتاجروا وبنات الاقباط لانهم بياخدوا فلوس بيتقسموها في وزاره الداخليه لما بتتخطف في البلد. طب انا عايز اسال يعني انا اي نوع من الحكومه اللي بتتاجر باعراض شعبها ولا بمقدرات هذا الشعب البسيط وهم ما بيخافوش في اغلب الاحيان الناس البسطاء الضعفاء اللي ما بيقدروش يفتحوا بقهم انا بقول عليه اخر حاجه انا عارف ان ما فيش وقت كتير عيب عليكم اشكرك اختشوا اشكرك يا دكتور مارك أه مش هعلق عشان الوقت و... بس هقول في الاخر نقطه مهمه جدا استاذ أه جرجي سهلا وسهلا بحضرتك اهلا استاذه ناديه ربنا يبارك فيك ربنا يخليك يا فندم القدوس امين انا بس عايز اقول نقط سريعه اتفضل الاول حاجه ظريفه بالنسبه للنميل لوه لما رشح نفسه المجد الشعب كان كاتب ابن البابا شنودة فالمسلمين كانوا كويسين فعلا انه ابنه فعلا مش بقى مفتوحه الجوز يعني مش عارفين طبعا الموجود الحاجه الثانيه بالنسبه لل, لل... للقضاء والقضاء كان في عند نفخ الشعب كان في لجنه لجنه بتا... كان هو في قاضي ماشي جاي ومهرب مخدرات وهم بس بيوريهم الكرنيه من سوء كان في كلب وريثي مدرب ال... فراح قعد بيهوه ويروح ناحيه الشنطه فلما فتح الشنطه لقوا فيها مخدرات. يس. Yes. يعني دول الكلب ما كانش الكلام ده. صح. صح. حاجة الثالثه بالنسبه للدين عبد الكريم. في ثابت ان جوزيف فليني هنا هنري بن غطاس لما اتكلموا ما جوش تاني ما حدش جابهم تاني في المجلس عشان يشبط صوتهم. طب ما انا بالمرة يمكن يجيبوني مرة او اثنين وابقى يعني للأسف بي 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 بينكروا الام شعبهم في سبيل منصب ريت منصب زي الناس بقولوا منصب دعائي وحاجات كتير انا عايز بس اقول حاجة أنا الاسلام ضعيف لهذه الدرجة انه يعمل كل الاحكامات دي عشان ياخد بنت خديجه اصلا الى هذه الدرجه انت ضعفه آه. فاهم يعني يعني ده, انتوا بتثبتوا عجزكم مش اشكرك مش يا استاذ جرجس يعني. اشكرك, أشكرك جدا اسفه معلش على المقاطعه بس عشان التليفونات الثانيه ما اشكرك جدا بنت الرب اهلا وسهلا بحضرتك مساء الخير يا مدام ناديه مساء النور اتفضلي بالنسبه لاعضاء مجلس النواب كانوا اتكلموا لما تامر <applause> امين جاب سيره السعيده آه. <تصفيق> آه. <تصفيق> آه. الدنيا كلها هم حق الصعيدة وكده طيب هم ما كلموش ليه على الست سعاد لا ما اتكلموش ليه على البنات انا سيبك من الست سعاد دي موضوع تاني لكن حد منهم سمع صوته على البنات اللي هي بت بيتم التغرير بيها دي لا ما هم في الموضوع ده قالوا ان البنات بتروح بارادتها حتى لو بتروح بارادتها مدام قاصر في حاجه اسمها قانون وبنقول الكلام ده مليون مرة، ما قاصر يبقى لابد من مح سمعتي حضرتك أو أنا الكلام لمجلس النواب، سمعتوا عن واحد غرر ببنت قاصر تم القبض عليه وسجنه زي ما عرضت المادة اللي بتحاكمه إن هو ممكن يوصل للإعدام لأنه أكيد اغتصبها ساعة ما قلت إن هما ما كانوش بيلعبوا كوتشينة؟ سمعتوا أي واحد من المسلمين دول تم محاكمته محاكمة فعلية؟ طبعاً لأ اتفضلي انا اسفه أطلع ما وما عندهمش خبر عنها يعني مجلس النواب ما عندهمش خبر آه عن الحاجات دي آه بيغض النظر صح. بالنسبه لدينا عبد الكريم هم قدموا لها السبت فهي ده الحد اللي هي بتقدمه بالظبط برافو عليك برافو عليك اشكرك بنت الرب هي كده سلسه بالنسبه لهم وهيلعبوا بيها حلوه قوي صح. واي حاجه عايزين يحاربوا بيها من هي هتبقى طبق من فضه بيقدموا عليه اي صح. حاجه عايزين يضحكوا على الناس بيها يعني اشكرك جدا اشكرك جدا بنت رب اخرى اهلا وسهلا بحضرتك الو انا اهلا وسهلا بيكي اتفضل. بيك. اتفضلي اهلا بيكي اتفضلي سامعاكي الو ايوه اتفضلي حضرتك انا سامعاكي اتفضلي حضرتك على الهواء مدام ناديه ايوه بس انا سامعاها بتتكلم مع حد لا لا حضرتك يا ريت توطي التلفزيون بتاعك او الكمبيوتر او اي أنا حاجه فاتحاها واسمعيني من التليفون اتفضلي سلام يا مدام ناديه سلام ونعمه ليكي سلام انا اول مره هتكلم مع حضرتك بس عندي حاجه عايز اسال عليها اتفضلي جالي خبر ان في عصابه في السعيد بتسرق الولاد والاعضاء وفي ضمن الناس الدكاتره المتخصصين والناس الكبار قوي 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 في الدوله من ضمنهم واحد مسيحي. أنا نفسي أعرف هل المسيحي ده صحيح مسيحي ولا هو مزقوق جواهم علشان تبقى الحكايه حلوه يعني تبقى كده تتبلع. طيب أنا مش هقدر أرد على حضرتك أنا قريت الموضوع ده بس بصراحه ما لسة كتير. ما وقفتش عنده آه لا ما وقفتش عنده كتير لأن محتاج بحث عشان اوصل للاسماء واوصل أشكر. للمجموعة دى واعرف مين أشكر. دول ففعلا عندك حق أشكرك جدا جدا إنك فتحت الموضوع ده وأشكرك إن انا هدور في الموضوع واتكلم فيه اشكرك جدا اعتقد ما فيش النقطة المهمة اللى عايزة أتكلم فيها في الموضوع ده في موضوع البنات قبل ما ادخل في الموضوع التاني آه ليه بيهتموا اخواتنا الحلوين الشياطين بيهتموا بالقرى والصعيد القرى في الصعيد هو في طبعا عشان تبقوا عارفين أكتر محافظات فيها الموضوع ده المنيا بني سويف شبرا الخيمه شبرا الخيمه 90% منهم من الصعيد بني سويف والمنيا ودلوقتي اسيوط وقبل كده يعني هتلاقوا محافظات معينه طبعا اسكندريه ومرسى مطروح للسلفيين فيها يعني في محافظات معينه من ال 27 مش هتلاقوا خمسه على يد واحده هم اللي مركز فيهم جدا موضوع أسلامة البنات اولا القرى لان الاهالي غلابه وتعليمهم محدود والمشاكل فيها ما بين البنت واسرتها بتخرج بره نطاق البيت، والموضوع ده هتكلم فيه بس مش النهارده، لان ده يعني محتاج حلقه كامله. يعني لازم نتكلم في موضوع مشاكل البنات واللي بيحصل فيها، دي مش هنكره، مش هحط راسي في في التراب واقول ده ما حصلش، لا بيحصل، وعندي امثله كتيره جدا للمواضيع ده. المهم وعرضت قبل كده الجواب اللي البنت ثابته ان ابوها والله قصتها السبب في انها تركت البيت بس ما قالتش انها اسلمت هختصر الموضوع بيروحوا للبنات الغلابه بيروحوا للصعيد لان شرف البنت في الصعيد بيه ضرب نار في دم الحاجه الوحيده وقلت قبل كده وهقولها خمسين مليون مره اللي يكسر ظهر الاب والاخ والخال والعم هو شرف البنت في الصعيد وسهل جدا يا دوله ان يرد يرد على هذا الموضوع بضرب نار في الصعيد يعني اوعوا تتوقعوا او تغمضوا العين عن ان ممكن اب او اخ وده حصل حصل قبل كده بيطلق نار على اللي خد بنته هدفكم كسر الاسره المصريه تشتتها المشاكل فيها ان الاب يبقى ماشي موطي راسه ان زي ما حصل في مرتين على فكره الجيران كانوا بيعايروا الاسره وده حاجه تانيه اللي هي كسر النفس انهم يهجروهم انهم مش قادرين يعيشوا في القريه لان بنتهم خلت راسهم في الطين زي ما بيقولوا فبالتالي نسيب القريه دي ونروح ندور على حته تانية التهجير ده ما بيكونش سهل ليه؟ لان لو عنده بيت بيبيعه برخص التراب، عنده محل بيبيعه برخص التراب، عنده مش عارفه ايه، يعني وراها مشاكل اجتماعيه كبيره جدا في الموضوع. فبالتالي هم عايزين كده. هم كمان مش البنت بس هدفهم. هدفهم كسر الأسرة المصرية، حط راسك في الطين اتهجر، سيب بيتك ومكانك وأسرتك والقرية اللي أنت فيها. أكتر من حالة مش هتكلم فيها دلوقتي بس أنا بقول لكم لو خدتوا بالكم بني سويف المنيا ليه يا دولة مش مركزين العين عليهم؟ ليه البنات في المحافظات المشهورة دي هم اللي بيتاخدوا بصوا بقى لاقسام الشرطه في المحافظات دي وبصوا لرجال الازهر في المحافظات دي وبصوا للسجل المدني في المحافظات دي بيعملوا ايه ولا انتوا عايزين كده تغمضوا العين ومعلش للمره المليون هاتولي واحد مسلم اخد بنت قاصر واتحاكم مين معنا حد معنا على التليفون الو مساء الخير استاذ ماجد اهلا وسهلا بحضرتك ازيك يا مدام ناديه اهلا بيك اتفضل كل سنه وانت من بمناسبه بتفضل حضرتك يعني. بالف خير انا بحي القضاء الشامخ اللي هو منهم قاضي بتاع مخدرات اه وفي قاضي تاني اللي كان تحرش بالبنت في الفيلا في الساحل الشمالي وكل القضاء كده عشان كده القاضي حكم على ماما سعاد على اللي اعتدوا عليها بالبراءة غالبا القاضي كان سوري في الكلام يعني كان محشش ولا ما عرفش ماله فرح حكم بالبراءة اللي اعتدوا على ماما سعاد أشكرك يا أستاذ ماجد أتمنى أتمنى وسؤال وسؤالي لحضرتك جرجس نجدي لو أثبت جدارته في الملاعب تعتقد إن حسام البدري هياخده في المنتخب؟ لو جاله الضغط من فوق هياخده لا مش هياخدها نتمنى يا جرجس انك انت توصل لاعلى المستويات عشان نكشف المستور عن حسام البدري وغيره وغيره اتمنى اشكرك يا استاذ ماجد ودايما سعيده بتعليقات حضراتكم كلكم عايزه لان فاضل لي وقت صغير لكن للاسف عندي موضوعات مهمه جدا طيب هاخد بس هاخد عناوين بسرعه بسرعه كتر جدا في الفتره الاخيره الكلام عن التعليم وحذف الايات القرانيه والاحاديث هوريكم بسرعه من غير ما اتكلم لان الموضوع مهم جدا اخبار اليوم والدكتور رضا حجازي اللي هو نائب وزير التعليم حذف ايات القران من مناهج العربي والتاريخ شائعه ده بتاريخ 17 اللي بعده بسرعه اخبار اليوم فوق تاني اهو بتاريخ 17 حذف الايات شائعه اللي بعده <applause> شائعات وحقائق مين اللي حطتها الدوله توجيهات بالغاء تدريس الايات القرانيه وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بتقول ايه غير صحيح نؤكد عدم صدور اي قرارات بهذا الشان ما حصلش وانها محض شائعات والتزام الدوله الله عليكم والتزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته في تربية النشأ ونشدد علي أن تدريس الآيات القرآنية ونشدد أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطيه، الله ايه يا وزاره التربيه والتعليم؟ ايه الجمال والشعر اللي بتقولوا ده؟ تعزز التسامح اه والمحبه يا جمالكم. نسعى لتعليم الطلاب اصول ده مصراوي اللي حاطه الكلام ده مش انا. نسعى وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي. نسعى لتعليم الطلاب اصول الاتيكيت وكيفيه التعامل في المأكل والملبس. اتمنى يا دكتور طارق من فضلك حلو جدا ان انت تعلم الطلاب الاتيكيت والاكل والشرب. اه على فكره انا المواضيع دي مهمه جدا ما هياش دكتور طارق شوقي اه 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 اهتم جدا بالتابلت والتكنولوجي والتحديث و وي وي. لكن المنهج التعليمي حضرتك مش مهتم بيه. المنهج التعليمي ما هوش حشر في دماغ العيال وحسبت لحضرتك، ما هوش حشر كلمات ويخرجوا بيها ما هماش فاهمين حاجة ومش عارفين حاجة ومستوى منحدر جدا جدا التحديث حلو لكن ندخل الأهم يا دكتور من الاتيكيت يا ريت حضرتك تخصص في كل سنة دراسية وخاصة في ثانوي أولى وتانية وتالتة تحط مادة علم النفس إجباري وتكون مدرسة علم نفس لل لتعليم الفتيات والشباب انهم ما يبقوش فريسة لأي بنت وأي ولد يعني البنت ما توقعش فريسة في ايد ولد والولد يتعلم ما يوقعش بنت صحيح دي مشاعر جوه جسم الانسان واحاسيس لكن التعليم عليه هم جدا ان انا ادوس على النقط دي اللي تحمي الاسره المصريه لإن البنت لما بتقع في إيد ولد وطبعا كلنا عارفين إن في حاجه اسمها جواز عرفي منتشر جدا ما بين ثانوي وما بين جامعه. بتوع علم النفس يحصنوا البنات والشباب من الوقوع في هذا الفخ الشيطاني. يعلموهم يعني إيه؟ ومدرسة علم النفس أو مدرس علم النفس هيعرف إزاي يوصل المعلومة دي نفسي أتكلم في الموضوع ده لأن علم النفس بالنسبة لي مهم ده بالنسبة لدكتور طارق والدكتور نشوف اللي بعديها الحاجة اللي بعديها طبعا أنا عرضت الصور دي قبل كده بس بوري لحضرتك يا دكتور طارق التعليم المغضوب عليهم هم اليهود الضلون هم النصارى شفت التسامح والمحبة شفت المساواه بين الاثنين طيب آه طبعا آه انا زمان انا فاكره كويس قوي ان احنا كنا واحنا اطفال في ابتدائي كانوا بيعملنا حكايه النقط دي شايفين النقط دي عشان نمشي عليها عشان نتعلم نكتب اقرا برضو الكلام ده انا عرضته قبل كده بس بوري لحضرتك التعليم الاسلام ديني كل دين غير الاسلام باطل آه قيل لي ان احتمال ده يكون ماده دين اسلامي ماشي احتمال يكون مادة لغة عربية مثلا بس هفترض دي نسبة ضعيفة شوية لكن الطالب اللي بيخرج هفترض ان هي مادة دين اسلامي مش هعترض العيل اللي بيخرج ان اي دين اخر باطل وبيخرج من حصة الدين بيدخل لحصة حساب ده اطفال ها اطفال بدل انهم بيعلموهم الكتابة بالنقط بيخرج من حصة الدين دي وبيروح حصة حساب ويقعد جنبه مايكل وعارف ان مايكل ده مسيحي كل دين غير الاسلام باطل يبقى دينك يا مايكل دين باطل يبقى انت مش زيي يبقى في تفرقه يبقى ديني انا الاسلام هو الدين الوحيد وهو مش عارفه ايه وايه وايه لان المدرس لما بيعلمه الحاجه دي بيديله بقى الجرعه بيرضعه الجرعه اللي تشحنه اللي تطلعه يتعامل مع مايكل ايه؟ اللي بعده، كلام كتير جدا في الموضوع ده. نشوف اللي بعده. آه شوفوا نشوف الكتاب بتاع الازهر ده انا بصراحه عايزه استاذ عبد الخالق او اي حد من الكبار في التعليم يقولوا لي هل وزير التربيه والتعليم ليه سلطه على مناهج المدارس الاسلاميه والازهريه ولا ده ليه سلطه وده ليه سلطه ملوش بعض استاذ في جامعه الازهر اسمه جهاد انا كاتبه اسمه جهاد محمود الاشقر استاذ في جامعه الازهر الدكتور جهاد محمود الاشقر نكاح المعاق ذهنيا هل ده يعلم للاطفال او للمدارس او للجامعه هل الكلام ده يعني المشاكل اللي يعيشها الإنسان العادي خلصت عندكم ما بقاش عندكم غير المعاق تتكلموا فيه وتعمل كتاب عليه؟ إيه الأخلاق وإيه الجمال ده؟ إيه ده؟ مش هتكلم برضو كتير لكن حوري لحضرتك يا دكتور طارق إيه رأيك في الفيديو ده؟ وبرضه أنا عرضته قبل كده والصور اللي جايه دي أه نشوف الفيديو الأول حته ولو صغيره منه. نشوف الفيديو وانتوا كمان صعبانين عليا قوي صدقني دول شباب ما هماش اطفال عرضت قبل كده فيديو للاطفال اللي بيسالوهم كم محافظه في مصر وكانوا بيقولوا ليبيا ومش عارف ايه والسودان وكل دي محافظات جوه مصر ده التعليم يا دكتور طارق ودول شباب ما هماش اطفال يعني لسه مش عارفين كان واخواتها يعني في الفيلم احنا نعرف كان واخواتها واحنا قد كده شايف الثقافه التعليميه او التعليم خلى شباب طويل عريض مش عارف يعني ايه كان واخواتها ايه راي حضرتك بالحش اللي بيتحط جوه دماغ العيال هل في حد منهم فاكر ايه هي كان واخواتها حتى حد منهم من كل دول جاوب اجابه واحده صح آه الصور بقى بعد اذنك عشان التعليم ايه الفرق بين الصورتين دول دول اطفال على فكره ودي آه برضو اطفال ليه لان هنا بتكتب الكلام بالحروف الكبيرة أه عشان خاطر الطفل اللي قاعد أبو راس باينة ده أطفال يعني المقارنة ما بينهم إن الاتنين أطفال بصوا اللي على الشمال أنا عملت علامات حمراء على الشنط اللي العيال بتشيلها الأطفال بيشلوها شايف محطوطة فين؟ منتهى النظام منتهى النظافة أولا الشنطة رفيعة جدا ما هياش تقطم ظهره وتحني ظهره ومحطوطة في مكان معين محطوط لها في الدكة حاجة تتحط عليها الشنطة ولو خطاف ولو مسمار ولا أي حاجة المهم تتعلق في الشنطة دي المدرسة اللي واقفة ورا دي الطفل بيتلقى منها العلم ودي الطفل برضو بيتلقى من المدرسة الجميلة الشبح دي مين فيهم اللي هيطلع اكثر إفادا او استفاده في التعليم؟ مين فيهم؟ اللي دي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ السؤال اللي بعدها. ده التعليم وده التعليم. على فكره اللي فوق دي مدرسه واللي تحت دي مدرسه، بس ده سابقا وده حاليا. شايف المعلمات في الصوره اللي تحت شكلهم ايه؟ وادي الشنطه اللي بقول لك عليها في ظهر الاطفال. شايف الطفل الاول والثاني ظهره متني ازاي؟ عشان ايه؟ عشان ايه طفل يشيل شنطه بالشكل ده؟ اللي بعده حاجه خلاص خلصت يعني آه ده التعليم سابقا وحاليا لكن هنعدي آه عايزه مهم جدا جدا الاستاذ عبد العال الاستاذ عبد العال في ماده في القانون بتقول او في في البرلمان يعني رئيس مجلس النواب اولا هو استاذ في قانون الدستور ومعلوماته كتيرة قوي عندي لكن اللي عايزه أوصله له ان هو كان رئيس مجلس النواب ودلوقتي بقى عضو برلمان عادي عضو برلمان عادي الماده لا اه اه علي عبد العال مصطفى بكر ما ترضليش اني كنت رئيس برلمان ودلوقتي ابقى نائب يدوبك دلوقتي الكلام ده يوم 15 الحاج مصطفى بكري دلوقتي الدنيا شغاله معاه كويسه قوي اكتر من موضوع هو شغال فيها مبارك ومش مبارك وعبد العال لكن خليني في عبد العال عبد العال كان رئيس مجلس النواب دلوقتي بقى عضو برلمان عادي من اسوان حاجه تبع اسوان فالمهم ان هم انتخبوه او اختاروه ما هوش عضو معين اذا هو عضو منتخب من يوم ما الجلسة بدأت في 12 يناير مجلس النواب بدأ في 12 يناير اللي فات يعني له شهر و... وعشر أيام مثلا ما حضرش ولا جلسة لأنه مش عايز يروح كنائب كان متوقع أنه هو يفضل رئيس البرلمان وطبعا بما أنه هو تم تغييره والحال ما يبقاش على المحال يا دكتور عبد العال لكن اللي يهمني في الموضوع ده جداً بقى شهر وشوية شهر وعشر أيام أربعين يوم مثلا ما حضرش ولا جلسة المادة 362 من لائحة مجلس النواب بتنص على اختار رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابيا بغياب أي عضو ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاث جلسات في الشهر إلا إذا حصل على أجازة أو إذن من المجلس وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات في المجلس يعني أو لجانه بغير أجازة أو إذن يسقط حقه في المكافآت عن مدة الغياب هوريكم بقى حاجة صغيرة كده الدكتور عبد العال قايلها إيه عشان تعرفوا التناقض ما بين المادة دي وما بين اللي بيحصل بقية الكلام بعد إذن مينا الحتة اللي تحت دي ده بقيه الكلام بتاع مصطفى بكري ان هو راح زاره في البيت وقال له مش عارفه ايه فهو قال له ما ترضليش العنوان اللي احنا قريناه ما ترضليش ان انا اكون رئيس للمجلس ودلوقتي ابقى عضو منتخب لكن الحته اللي انا عامله عليها دايره دي بس وخلاص بيقول له مصطفى بكري بيقول ان انا يعني ده كان حوار بيني وبين اعلامه ومش عارفه ايه وحصل كذا انا عندما زرته في المنزل بقول له مش بتيجي ليه؟ قال لي ما ترضانيش اني كنت رئيس برلمان واجي وابقى نائب دلوقتي سيبني شويه وابقى برلم... نائب برلماني دلوقتي سيبني شويه لكن انا متقبل ما حدث وهذا هو التغيير الطبيعي اللي بيحصل في اي حاجه وانا رجل دوله وملتزم انا بفكر بفكر كر ابعد جواب رقيق لمجلس الرئيس المجلس لان انا ما بروحش الجلسات فلا استحق المكافاه بفكر يعني بقالي أربعين يوم باخد المكافاه ولسه بفكر اني ابعت الجواب واقول له اني لا استحق المكافاه بتاعه البرلمان بيفكر لسه دكتور عبد العال بيفكر طب من اول ما حضرتك قررت تسيبني شويه ان انا مش متقبل ان انا ابقى رئيس برلمان ودلوقتي ابقى عضو حضرتك ما بعدتش ليه وتقول له لو ما حضرتش انا ما لا استحق او هاخد اجازه أو, او 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 ليه ما عملتش كده ليه سايب المكافاه تصرف لسعادتك لغايه لما تصرف المكافآت وبعدين لسه هفكر ما هي فلوس سايبه ما هي دوله معايا فلوس ما حدش هيقول له انت معلش انت المفروض ما كنتش ولا حد بيمضي لك ولا ايه بالظبط عندي كلام كتير جدا لكن وقتنا خلص واشكرك جدا يا مينا معلش وزاره الاوقاف والبلاوي واللي فيها لكن معلش آه خلينا ناجلها الأسبوع الجاي لان عندي موضوع كمان مهم جدا الاسبوع الجاي مش هينفع النهارده اشوف حضراتكم على خير باذن ربنا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد اللي ما شافش الحلقه من اخرها من اولها اربع ساعات بعد دلوقتي ويوم السبت زي دلوقتي سلام مسيح معاكم سلام